مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط درسنا اليوم اليوم الثالث الدرس الأول عنوان الدرس Our World عالمنا موجود بصفحة 26 من كتاب الطالب صفحة 35 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب بيجي الفيسبوك في الأستاذ حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثالث متوسط كذلك يتم نشر صور المزم على فيج الفيسبوك الأستاذ طه حسين مدرس اللغه الانجليزيه، اما اماكن بيع المزم موضحين في الرابط الموجود اسفل الفيديو في الوصف. نبدا بالدرس صفحه 26 من كتاب الطالب مكتوب اعلى الصفحه read each category اقرا كل فقره من فقرات هذا النص and look for examples in the pictures وابحث عن مثال في الصور then write two or three more examples ثم اكتب اثنان او ثلاث امثله اضافيه for each category لكل فقره من هذه الفقرات منطيني اربع فقرات اولا الوايلد انيمالز الوايلد انيمالز معناها الحيوانات البريه هاي كلمه كلش مهمه حاول تحفظ معناها ذني كذلك الكلمات حاول تحفظون معانيهن وايلد انيمالز معناها حيوانات بريه ايش منطيني قال لي اي جي يعني اكزامبل على سبيل المثال تايجر تايجر النمر النمر هو من الحيوانات البريه شي يقول لي يقول لي انطيني كذلك اثنين او ثلاث امثله اضافيه عن هذا الفقرة اللي هي الحيوانات البرية شنو نقدر نطي مثلا كمثال أقدر أنطي لايون لايون معناها الأسد مثال آخر البير الدب كذلك من الحيوانات البرية إلى آخره إذا التايجر والبير واللايون من الوايلد Animals من الحيوانات البرية مثل ما طلب من عندي انطيته مثاليا بعد البيردز بيردز هي الطيور منطيني مثال الكرو الكرو هو الغراب انطيني امثلة اضافية كمثال باروت باروت الببغاء من الطيور بعد من امثلة اخرى على الطيور الاول الاول اللي هي البومة كذلك من الامثلة ثالثا فارم انيمالز فارم انيمالز معناها حيوانات المزرعة الحيوانات اللي يتم تربيتها انطيني مثال كاو كاو معناها بقرة شو يطلب من عندي؟ يطلب من عندي اني يعطيك كذلك امثلة اخرى كمثال أنطي شيب شيب اللي هي الخرفان بعد مثال آخر جوتس الماشية إلى آخره بعد نمبر فور رابعا هابيتيتس هابيتيتس هي المواطن اللي تسكن بيها هذه الحيوانات منطين مثال الجريزنج لاند الجريزنج لاند هي أراضي الرعي المناطق اللي يتم بيها رعي هذه الحيوانات انطيني كذلك مثاليا مثال اقول للفارم المزرعة الديزرت الصحراء إلى آخره أو الفورست الغابة إلى آخره إذا مثل ما طلب من عندي أنه منطيني مثال على كل فقرة من هذه الفقرات أنا أنطي أمثلة إضافية مثل ما طلب من عندي الفقرة الثانية والنشاط الآخر يقول لي use these adjectives استخدم هذه الصفات منطيني مجموعة من الصفات to describe the pictures does your partner agree لوصف هذه الصور وهل يوافقك زميلك على هذا الوصف لا أنا مثلا صورة البير الدب شنو صفة الدب مثلا أقول هيوج بير از هيوج الدب ضخم ضخم جدا إذا انطيت الصفة المناسبة للبير بعد مثلا أقول الجاكل جاكل هو أحد أنواع الكلاب شنو صفته مثلا أقول عنه بيوتفول جميل دينجرس خطير إلى آخره مثلا أوصف الصحراء The desert is hot الصحراء حارة إلى آخره إذا هنا أنا استخدمت الصفات ذني اللي كلش مهمة بعد قليل راح تفيدني بموضوع المقارنة والتفضيل ذني استخدمتهم لوصف الصور اللي منطيني فهو شوف هنا أنا منطيني مثال بيرز آر دينجرس الدببة خطيرة أو بيرز دينجرس الدب خطير إلى آخره فمثل ما طلب من عندي أني أوصف هذه الصور وصفتها هذا أن لحد الآن أنشطة صفية بعدها ينقلني إلى موضوع مهم اللي هو الـ comparing things with adjectives مقارنة الأشياء بالصفات خلي بالك شغلة هسه حاليا أولا هذن الكلمات اللي هي الـ beautiful وال dangerous beautiful جميل dangerous خطير hot حار dry جاف useful مفيد huge ضخم large كبير wet رطب small صغير إلى آخره هذن الكلمات نسميهن adjectives الصفات اليوم راح نتعرف على طريقة استخدام هذه الادجكتيفز أو الصفات في المقارنة بين الأشياء أو الأشخاص يعني موضوعنا اليوم كله يتمحور حول adjectives الصفات والمقارنة باستخدام هذه الصفات منطيني مجموعة من الأمثلة هو احنا ما فيها سابقا لكن بهذا الدرس راح نتعمق بها أكثر فأول شيء نفهم الأمثلة وبعدها نشرحها بشكل مفصل England is colder than Iraq إنجلترا ابرد من العراق، احنا نعرف ان كولد معناها بارد، كولدر معناها ابرد، اذا هنا قارن بين انجلترا والعراق من حيث البروده، احنا نعرف ان كولد بارد هي من الادجكتفز الصفات، اذا موضوع اليوم باستخدام الصفات. ثانيا I am quieter than my brother انا اكثر هدوءا من اخي، شوف هنا قارن بيني وبين اخويا. quiet معناها هادئ quieter معناها اكثر وهدوءا اذا قارنت باستخدام الصفه quiet بعد the dawn is more beautiful than the night الفجر اكثر جمالا من الليل هذا قارن بين الفجر والليل باستخدام الصفه beautiful beautiful معناها جميل more beautiful اكثر جمالا وهكذا the night is less beautiful than the dawn الليل اقل جمالا من الدون الدون اللي هو الفجر tablets are more expensive than phones أجهزة التابلت أكثر غلاء من الموبايلات أو الهواتف الاكسبنسف غالي صفة باستخدام هذه الصفة قارن بين التابلتات والهواتف نانا منطين ذلك مجرد أمثلة بعدها شو يقول لي يقول لي how to form a comparative adjectives كيف يمكننا عمل صفات المقارنة نانا منطيني أهل الملاحظات باللغة الإنجليزية الآن نجي نشرحها بشكل مفصل باللغة العربية. أولًا، قبل البدء بطريقة تحويل الصفة إلى صفة مقارنة أو تفضيل، علينا أولًا معرفة كيفية احتساب المقاطع الصوتية للكلمة. أنا إذا أرد أقول مثلًا شورت معناها قصير، شلون أقول أقصر؟ لازم أعرف أول شيء كلمة شورت كم مقطع صوتي؟ مقطع واحد، مقطعين، ثلاث مقاطع، قبل ما أحولها إلى كلمة أقصر. اللي هي شورتر اللي هي اكثر قصرا او اقصر نتبع الملاحظات التاليه لحساب المقاطع الصوتيه للكلمه مالك وياي هسه كل حرف او حرفي او ثلاث احرف عله متتاليه واقعه بين صحيحين ركز وياي اذا لقيت حرف عله مرات واحد بصف الله حرفين واحد بصف الله او مرات ثلاث احرف عله واحد بصف الله ذني ثلاث احرف عله او الحرفين او الحرف الواحد إذا محصورات بين صحيحين يعتبر مقطع صوتي واحد ما افتهمت استاذ شون يعني يعني مثلا كلمة تول وين حرف العلة حرف الأي حرف الأي حرف علة محصور بين التي حرف صحيح والأل حرف صحيح هذا العلة المحصور بين صحيحين يعتبر مقطع صوتي واحد زين عندي بعد حرف علة ثاني لا إذا هذه كلمة من مقطع صوتي واحد بعد شورت وين حرف العله؟ حرف الاو محصور بين الار حرف صحيح والاتش حرف صحيح. حرف العله المحصور بين صحيحين اعتبره مقطع صوتي واحد. عندي حرف عله ثاني؟ لا، اذا هذه كلمه من مقطع صوتي واحد. مثال ثالث، تشيب. شوف هنا تشيب الاي e والاي حرفي عله متتاليات محصورات بين البي والاتش. كم مقطع اعتبره؟ مقطع صوتي واحد إذا لقيت حرف أو حرفي أو ثلاث أحرف علة متتالية لأن حرفي علة متتاليات واحد بصف الله محصورات بين صحيحين واقعات بين صحيحين يعتبر مقطع صوتي واحد أكو غير حرف علة؟ لا عندي كلمة كوايت شوف هنا كوايت اليو والآي والإي -E. إذا كل حروف علة ثلاث أحرف علة متتالية محصورات بين صحيحين أعتبرهن مقطع صوتي واحد اذا كان حرف العله في نهايه الكلمه لا يعتبر مقطع انتبه وياي إيه. مثلا أدي كلمه نايس nice هسه نحسب مقاطعها الاي حرف عله محصور بين صحيحين شعتبر هذا مقطع استاد لقيت مقطع صوتي ثاني وينه الاي e". الاي e هنا في نهايه الكلمه ما إجا وراها حرف صحيح لو جاي وراها حرف صحيح يجوز اعتبره مقطع صوتي ليش لان محصور بين صحيحين لكن هنا نجد في نهايه الكلمه في نهاية الكلمة لا يعتبر مقطع، إذا هاي الكلمة من مقطع صوتي واحد. وكذلك كلمة لارج، الأي محصور بين صحيحين، يعتبر مقطع صوتي واحد. حرف الإي في نهاية الكلمة لا يعتبر. سيف، حرف الأي محصور بين صحيحين، مقطع صوتي واحد. حرف الإي أعتبره؟ لا، ما يعتبر مقطع صوتي، لأن في نهاية الكلمة. زين، إذا كان حرف العلة في بداية الكلمة، يعتبر مقطع صوتي. إذا هذا الإي في بداية الكلمة أعتبره لكن في نهاية الكلمة ما أعتبره كمثال عندي كلمة intelligent تعال بالله خلنا نحسب المقاطع الصوتية لهذه الكلمة أولا حرف الإي محصور بين الجي والأن هذا مقطع حرف الآي محصور بين الجي والأل هذا مقطع صارين اثنين حرف الإي محصور بين الأل والتي هذا ثالث مقطع صوتي ثالث لحد الآن ثلاث مقاطع صوتية وحرف الآي جاني في بداية الكلمة في بداية الكلمة يعتبر مقطع في نهاية الكلمة لا يعتبر مقطع إذا جانا في بداية الكلمة أعتبر مقطع صوتي واحد إذا intelligent أربع مقاطع صوتية هسة عرفنا نحسب المقاطع الصوتية وراها آني لما أرد أحول الصفة إلى صفة مقارنة لازم أعرف المقاطع الصوتية زين أستاذ عرفت المقاطع الصوتية بعد أن عرفنا كيفية احتساب المقاطع الصوتية للكلمة نتعرف الآن على كيفية تحويل الصفة إلى مقارنة ومفاضلة هسه راح نجي نعرف شلون احول الصفة إلى مقارنة ومفاضلة طبعا مقارنة قبل شوية طاني أمثلة هو مثلا England is colder than Iraq إنجلترا أبرد من العراق بيقارن بين شغلتين شيئين بلدين شخصين إلى آخره أما المفاضلة أرد أفضل شيء على مجموعة أشياء أو شخص على مجموعة أشخاص أو بلد على مجموعة بلدان مثلا أقول England is the coldest country إنجلترا هو أكثر البلدان برودة ففضلت إنجلترا على كل البلدان من حيث البرودة أما المقارنة أقارن بين إنجلترا والعراق إنجلترا وأمريكا إلى آخره هسه نجي شلون أحول الصفة إلى مقارنة أو تفضيل إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد هسه ننتبه حسبت أنا قبل شوية المقاطع الصوتية عرفت شلون أحسبهن الان حسبتها وطلعت مقطع صوتي واحد شو اسوي انتبهوا يعني اولا نضيف اي ER ار عند المقارنه واي اس تي عند المفاضله وكما في التالي يعني اني مثلا كلمه تول تول طويل حسبت مقاطعها طلعت من مقطع صوتي واحد زين اذا من مقطع صوتي واحد وردة اسويها مقارنه شو اضيف لها اي ER ار عند المقارنه وردة اسويها تفضيل اضيف لها اي اس تي كمثال تول tall, طويل تولر اطول tallest الاطول بعد شورت short, قصير shorter اقصر shortest الاقصر وهكذا اذا عرفنا انه اذا كانت من مقطع صوتي واحد بالمقارنه اضيف لها اي آر بالمفاضله اضيف لها اي اس بعد اذا كانت الصفه من مقطع صوتي واحد وانتهت بحرف الواي هنا يعني ننتبه حسبنا المقاطع الصوتيه للكلمه طلعت مقطع صوتي واحد لحد الان تمام اذا نضيف لها اما اي ER ار او اي اس تي لكن انتهت بحرف الواي شو تسوي وقبله صحيح ننتبه واي شرط انه قبل شنو صحيح نحول الواي الى اي ونضيف اي ER ار عند المقارنه واي اس تي عند التفضيل احنا متفقين ما طول مقطع صوتي واحد اي ER ار عند المقارنه واي اس عند التفضيل انتهت بواي قبل الصحيح يقلب الواي الى اي كمثال عندي كلمه هافي هافي ثقيل هافيير أثقل، هافيست الأثقل، هابي سعيد، هابيير أسعد، هابيست الأسعد أو الأكثر سعادة. إذا عرفنا إذا انتهت بواي، شوف هنا الواي، قلبت إلى أي ومن ثم ضفت إي ار بالمقارنة، قلبته إلى أي ومن ثم ضفت إي إس بالمفاضلة، وكذلك مع كلمة هابي. الملاحظة الثالثة: إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد، بعدنا وين؟ بعدنا بالمقطع الصوتي الواحد، انتبه طلاب. وانتهت بحرف صحيح واحد مسبوق بعلة واحد يعني قبل علة واحد صحيح قبل علة نضاعف الحرف الأخير ونضيف ار عند المقارنة و عند التفضيل ما طول مقطع صوتي واحد متفقين احنا انه نضيف ER عند المقارنة و عند التفضيل اذا انتهى بواي يقلب الواي الى اي اذا انتهى بصحيح قبل علة نضاعف الحرف الأخير كمثال hot معناها حار hotter أكثر حرارة شوف هنا كم مقطع واحد استاذ شلون عرفت واحد تعلمنا شلون نحسب المقاطع الصوتيه للكلمة الاو حرف عله محصور بين حرفين صحيحين اذا مقطع صوتي واحد أدي بعد حرف عله ثاني لا اذا هذا المقطع صوتي واحد الكلمه عند المقارنه شلون نضيف اي ار و اس انتهت بصحيح اللي هو حرف التي قبل عله اللي هو حرف الاو نضاعف الحرف الاخير اللي هو حرف التي شوف هنا صار دبل تي ونضيف اي ار عند المقارنه أوتر اكثر حراره ونضيف اي اس تي عند التفضيل نضاعف ونضيف اي e اس تي تصير هوتست الاكثر حراره بعد بيك كبير كذلك كم مقطع واحد شلون عرفت استاذ الاي عله بين صحيحين اذا المقطع صوتي واحد بالمقارنه نضيف لاي ار وبالمفاضل نضيف لاي اس تي لكن جي صحيح قبل عله نضاعف الحرف الاخير اللي هو حرف الجي ونضيف اي ار وضفنا اي ار وضاعفنا وضفنا اي اس تي كبير بيجر اكبر بيجست الاكبر بعد إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد بعدنا وين؟ بعدنا بالمقطع الصوتي الواحد وانتهت بحرف الإي e نضيف فقط آر شوف هنا نحن متفقين أنه إذا كانت المقطع مقطع صوتي واحد نضيف إي ER آر بالمقارنة ويس تي بالتفضيل زين إذا هي أصلا منتهية بإي e ما يحتاج أضيف إي e ثانية وآر أو إي e ثانية وإس تي إذا فقط نضيف آر بالمقارنة وإس تي بالتفضيل كمثال عندي نايس كم مقطع آي حرف علة محصور بين صحيحين إذا مقطع صوتي واحد وحرف إلا في نهاية الكلمة لا يعتبر مقطع إذا هذه الكلمة من مقطع صوتي واحد زين اتفقنا إذا من مقطع صوتي واحد نضيف إي ER آر أو إي إس زين هنا أنا هو أصلا منتهي بإي e. فقط أضيف لأر آر بالمقارنة فقط أضيف له إس تي بالتفضيل نايس nice لطيف نايسر ألطف نايسست الألطف لارج Large كبير لارجر أكبر لارجست الأكبر هسه هاي الملاحظات كلها إذا كانت من مقطع صوتي واحد عرفنا شلون نحولها زين استاذ انا حسبتها وطلعت اكثر من مقطع إذا كانت الصفه اكثر من مقطع صوتي الآن صفة من مقطعين صوتيات ثلاث مقاطع صوتيه اربعه الى اخره شو نسوي؟ إذا كانت تتكون من اكثر من مقطع نضيف مور عند المقارنه وموست عند المفاضله وين نضيفهن؟ قبل الصفه مو بعدها مور معناها اكثر وموست معناها الأكثر وكما في الأمثلة التالية مثال بيوتيفول خلينا نجي نحسبها أول شيء الإي e والأي واليو حروف علة محصورات بين صحيحين اللي هي التي والبي هذا مقطع الآي حرف علة محصور بين التي والأف هذا مقطع هاي صار مقطعين اليو حرف علة محصور بين صحيحين إذا هذا مقطع واحد اثنين ثلاث مقاطع ثلاث مقاطع صوتية نضيف لنا اي ار لا هذا اكثر من مقطع نضيف مور قبل الصفه بالمقارنه وموست قبل الصفه بالتفضيل فصارت beautiful جميل مور beautiful اكثر جمالا موست beautiful الاكثر جمالا مثال اخر انتليجنت قبل شويه حسبناها اربع مقاطع صوتيه اكثر من مقطع نضيف له مور بالمقارنه وموست بالتفضيل مور انتليجنت اكثر ذكاء وموست انتليجنت الاكثر ذكاء هذا ما يخص إذا كانت من أكثر من مقطع، ننتبه إذا أكثر من مقطع مهما انتهت انتهت بواي انتهت بإي انتهت بصحيح قبل عله ما علاقة بالملاحظات مال المقطع الصوتي الواحد. بس شفتها، بس عرفتها، بس حسبت المقاطع الصوتية مالتها أكثر من مقطع أضيف مور عند المقارنة وموس عند التفضيل بدون أي تغيير، لا حذف ولا تحويل ولا مضاعفة. الآن عرفنا إنه إذا من مقطع صوتي واحد إي آر بالمقارنة اي اس تي أكثر من مقطع، مور بالمقارنة، موست بالتوضيل زين، اكو بعض الصفات شاذة، احنا نعرف انه اللغة الإنجليزية دائما لكل قاعدة شواذ. اكو بعض الصفات ما تقبل لا الإي آر -ER ولا المور ولا الـ EST ولا الموست. هذه الصفات نسميها صفات شاذة. شنو ذن الصفات؟ هن خمس أو ست صفات نحاول نحفظهن. بعض الصفات شاذة ولا تخضع للقواعد أعلاه اللي ذكرناها، وهي قليلة. وكما في التالي هذن يجب أن تحفظهن دائما يكرروهم بالامتحان الوزاري شنو هن الجود الجود ما أضيف لها إي آر ولا أضيف لها إي إس جود معناها جيد بتر معناها أفضل بيست معناها الأفضل باد سيء وورس أسوأ وورست الأسوأ طبعا صفة هاي صفة مجردة وهذه المقارنة وهاي التفضيل هاي الصفة المجردة وهاي المقارنة وهاي التفضيل بعد ماتش معناها كثير more اكثر most الاكثر little قليل less اقل least الاقل far بعيد farther ابعد farthest الابعد اذا عرفنا انه ذن الصفات يجب حفظهن ملاحظه قبل ما انتقل للفقره اللي بعدها الجود عكسها باد جود معناها جيد باد معناها سيء يعني شنو يعني البتر عكسها وورس يعني البيست عكسها ورست انتبه وياي good جيد bad سيء better أفضل worse أسوأ best الأفضل worst الأسوأ هذن المعاكسات راح تفيدنا بعد قليل بشرح الموضوع القواعدي بعد كذلك المتش معناها كثير عكسها لتل معناها قليل مور كذلك أكثر ليس أقل موست الأكثر ليست الأقل هذن الكلمات كلش مهمة حاولوا تركزون عليها لأن بعد قليل أغلب الموضوع القواعدي يعتمد عليها الان بعد ما عرفنا شلون نحول الصفه الى مقارنه وتفضيل وعرفنا الشواذ مالتها لحد الان الموضوع هذا يجيني بسؤال الاملاء بعد تعرف على كيفيه تحويل الصفات الى مقارنه وتفضيل حتى الان لم الموضوع لم ينتهي ومن الممكن ان ياتي في امتحان وزاري في سؤال املاء كما في الصيغ الوزاريه عندنا انتبهوا يا هذا كل الامثله راح نعرضها امثله وزاريه لون Long صارت لونجا انتبهوا يا انتبه للمثال اللي منطيني اياه لونغ معناها طويل لونجر اطول ايش سواها مقارنه، استاذ شلون عرفت سواها مقارنه؟ ضاف لها اي ار، احنا عرفنا الاي ار ER خاصه بالمقارنه، يعني المثال اللي منطيني اياه سوى مقارنه، شو يقولي يقولي يقول, لي؟ يقول لي الهافي هم سوي مقارنه، لكن حسب القواعد اجي اول شيء احسب المقاطع الصوتيه، كم مقطع؟ الاي اي e والاي حرفي الا متتاليات محصورات بين صحيحين اعتبره مقطع صوتي واحد، هذه معناها ثقيل، عندي حرف علة ثاني؟ لا، اذا اذا من مقطع صوتي واحد بالمقارنه شو اسوي؟ اضيف اي عار. تمام تصير هافير لكن ننتبه انتهت بواي اذا انتهت بواي قبل صحيح يقلب الواي الى اي ونضيف اي ار هافي تصير تقلب الواي الى اي ونضيف اي ار بعد سمول صارت سمولر سمول صغير سمولر اصغر جود شو يصير اول شيء نجي نعرف هو مثال اللي انطاني اياه ايش سوى مقارنه، اذا هاي الكلمه لازم اسويها مقارنه مو تفضيل. زين عرفت اني راح اسويها مقارنه وراها اجي احسب المقاطع الصوتيه للكلمه، سواء واحد يقول استاذ هاي نضيف لها اي ار من مقطع صوتي واحد، اقول له لا، هاي الجود اخذناها من الصفات الشاذه، الجود بالمقارنه شو تصير؟ بتر، ما اقول له بيست، استاذ ليش ما يصير اقول له بيست؟ لان هو بالمثال اللي منطيني اياه مسوي لي مقارنه، فأنا مثل أسويها مقارنة المقارنة مال جود هي بتر تصير بتر مثال ثالث long صارت longest شوف هنا المثال اختلف long سوالها لها ضاف لها est est يعني شنو يعني تفضيل إذا هذه الكلمة اللي انطاني إياها راح تصير تفضيل ما أسويها مقارنة ننتبه زين هسه عرفنا نسويها تفضيل التفضيل شنو يعني يعني أما est إذا مقطع صوتي واحد او موست اذا اكثر من مقطع اجي احسب المقاطع اولا اليو حرف عله محصور بين صحيحين اذا هذا مقطع الاي -E حرف عله محصور بين صحيحين اذا هذا مقطع اذا مجرد ان عبرت اكثر من مقطع عرفت انه هاي راح نضيف لها اما مور او موست مور بالمقارنه موست بالتفضيل اضاف لها اي اس تي يعني راد تفضيل اذا اضيف لها موست موست يوسفل الاكثر فائده لونج Long صارت لونجر لونج Long طويل لونجر اطول ايش ضاف لها اي ار يعني ايش سوى لها؟ سواها مقارنة، إذا أنا هم كذلك الكلمة أسويها مقارنة، أما اي ار أو مور، أجي كم مقطع؟ مقطع صوتي واحد، شلون عرفت؟ اللي هي حرف عله بين صحيحين يعتبر مقطع، أضيف اي ار فتصير وتر، لكن وقف أستاذ، هنا انتهت بصحيح قبل عله، عافية، إذا شو نسوي؟ نضاعف الحرف الأخير اللي هو حرف التي ونضيف اي ار فتصير وتر، مثال آخر تول تورا سواها مقارنة، تيربل كم مقطع صوتي؟ اكثر من مقطع الاي بين صحيحين الاي e بين صحيحين اذا نضيف لها اما مور او موست هو مسوي لها مقارنه اذا نضيف لها مور مور تيربل تول تولر اي إر اذا مقارنه الاقل ايش يصير ننتبه انا نسويها مقارنه كذلك نسويها مقارنه كم مقطع مقطع صوتي واحد عند المقارنه شنو نضيف لها اي ار تقلب الواي الى اي ونضيف اي ار مثال اخر ساد ساده سواها سواها مقارنة اللي هو كذلك مقارنة مقطع صوتي واحد ونضيف لها يا انتهت بصحيح قبل علة نضاعف الحرف الأخير ونضيف يار هوتر كذلك ثن ثنس إذا هاي الكلمة سواها تفضيل كم مقطع أكثر من مقطع إذا نضيف لها most most useful هذا كل ما يخص الأمثلة الوزارية بسؤال الإملاء الآن راح نجي ندخل بالموضوع القواعدي الخاص بالمقارنة والتفضيل هذه عليها درجه او درجتين بالامتحان الوزاري انتبه لها وركزوا لي على الشواذ لان كذلك وايد كرر بالامتحان الوزاري الان المقارنه والتفضيل باستخدام الادوات اللي هي الذان والازاز عندي انا اداتين اللي هي الذان والازاز هذين نستخدمهن للمقارنه بين شخصين شيئين مجموعتين الى اخره اول شيء نتعرف عليها هنالك ثلاث قواعد متعلقه بموضوع المقارنه والتفضيل هي قاعده الذان وقاعده ازاز اللي عرفنا عنها قبلها قبل دقائق قلناها ذان وازاز زين والقاعده الثالثه وقاعده ذان نفسيتها لكن الصفه المعاكسه هسه نجي استاذ شنو يعني قاعده الذان؟ شنو قاعده ازاز؟ شنو قاعده الذان الصفه المعاكسه؟ انطيك مثال المثال اللي ذكرناه بدايه الدرس بدايه الدرس ذكر؟ ذكر انه انجلند از كولدر ذان عراق انجلترا ابرد من العراق هذه مقارنه بين انجلترا والعراق استخدم يا قاعده قاعده ذان England is colder than Iraq انجلترا اكثر برودة من العراق قال لي حول لي الى قاعدة آز آز هنا انا راح اقول لك ملاحظة شفويا بعد قليل راح اخليك تكتبها لانها مهمة جدا لما ينطق جملة بقاعدة ذان ويقول لك حول لي الى قاعدة اخرى سواء قاعدة آز آز او قاعدة ذان صفة المعاكسة يجب ان تقلب الاسماء انا يعني مو الاسماء مالتي انجلند وعراق انجلترا والعراق هذني لما احولهن القاعدة أخرى أقلب الأسماء إنجلند تصير بالنهاية وإراك تصير بالبداية ليش؟ خل خل أوضح إياها إنجلند is colder than إراك إنجلترا أبرد من العراق لما نقول لي حول لي هاي شو تصير؟ تصير إراك isn't as cold as إنجلند العراق ليس كبرودة إنجلترا لازم أقلب الأسماء لأن معنى الجملة راح يختلف قاعدة ذان للمقارنة وقاعدة أساس آز آز كذلك المقارنة لكن قاعدة أساس آز آز قاعدة منفية الآن بعد دقائق راح تتوضح بشكل أكبر من حيث المعنى ومن حيث القواعد أولا نجعل على قاعدة ذان شنو هي قاعدة ذان ويمكن أن نتعرف على هذه القاعدة عن شلون أعرف أنه يريد من عندي أن أطبق قاعدة ذان في الامتحان إذا طلب بشكل صريح ذان هو يقول لي بين قوسين استخدم لي قاعدة ذان أو وضع بين قوسين صفة مقارنة مرات يقول لي استخدم لي ذان على الجملة، ومرات يخلي لي صفة مقارنة، شنو يعني استاذ صفة مقارنة؟ ذكرناها يعني اما اي ار صفة بها اي ار او صفة بها مور، اي صفة تحمل اي ار او مور والقاعدة كالتالي، بالك وياي الاسم الاول انا مو دا اقارن بين اسمين، شخصين، مجموعتين، شيئين، بلدين الى اخره، اذا عندي اسم اول واسم ثاني، شخص اول وشخص ثاني، شيء اول وشيء ثاني. اذا اخلي الاسم الاول زائدا اما از او ار او ام اذا مفرد اخلي له از جمع اخلي له ار اذا اي اخلي له ام اجزاء اقارن نفسي بشخص اخر اقول اي ام تولر ذان علي انا اطول من علي اي ام تولر ذان علي شوف هنا انا بين شخصين او انجلند از كولدر ذان العراق انجلترا ابرد من العراق اذا اذا اقارن بين شخصين او شيئين او مجموعتين هاي القاعدة تحفظها مثل ما تحفظ اسمك لأن جدا مهمة حفظت القاعدة أستاذ شنو صفة المقارنة قلنا صفة المقارنة أما يار أو مور الآن نجي ناخذ مثال علي is taller than أحمد شوف شوف انتبهوا وياي الاس أنا دا بين علي وأحمد إذا عندي اسم أول واسم ثاني علي يعتبر مفرد شخلي له أخلي له إز زائدا صفة مقارنة تول طويل صفة عادية هذه لما نرد نسويها مقارنة أضيف لها أما إي آر أو مور مقطع صوتي واحد أضيف لها إي آر. علي إز تولر علي إز تولر التولر هي صفة المقارنة ذان من من منو من أحمد علي أطول من أحمد إراك إز هوتر ذان إنجلن العراق أكثر حرارة من إنجلترا شوف هنا أنا قلبت الأسماء وغيرت معنى الجملة العراق أكثر حرارة إنجلترا أكثر برودة فإذا نفس الجملة أرد أحولها إلى قاعدة أخرى أقول England is colder than Iraq إنجلترا أبرد من العراق هنا ننتبه الشغلة واحدة ننتبه هنا أن قاعدة ذان تكون الصفة فيها صفة شنو مقارنة انتبهوا لها ودائما تذكروها أن قاعدة ذان صفتها صفة مقارنة أي أنها تحمل أما إي ER أو مور وكما وضحنا في قواعد تحويل الصفة إلى مقارنة في بداية اليونت إذا تذكرون قبل دقائق عرفنا شلون نحولها صفة أذكر صفت مقارنة وتفضيل. اتذكر شغلة انه قاعدة ذان صفتها صفة مقارنة. هسه تعرفنا على قاعدة ذان وراها نتعرف على قاعدة از از. يمكن ان نتعرف على هذه القاعدة في الامتحان اذا طلب بشكل صريح از, آز. قبل شوية قال لي بشكل صريح قال استخدم لي قاعدة ذان او قال لي صفة مقارنة. هاي شلون نعرفها؟ اذا طلب بشكل صريح از, آز او وضع تلميح بان القاعدة منفية. يعني isn't أو aren't أو am not إذا لقيتنا في بالجملة أعرف أن هذه القاعدة اللي المفروض نستخدمها قاعدة as, as حيث أن قاعدة as as قاعدة منفية وتكون صفتها صفة مجردة قبل دقيقة إيش قلت؟ قلت قاعده الذان صفتها صفة مقارنة هسه شو أقول لك؟ أقول لك قاعدة as, -as صفتها صفة مجردة شنو يعني صفة مجردة؟ يعني ما بها لا إي آر ولا مور صفة مجردة يعني ما مو تولر تول مو شورتر شورت صفة مجردة أي أنها لا تحمل إي آر أو مور وهي كالتالي نجي نتعرف على القاعدة شوف الناس أستاذ شو صار الاسم الأول صار اسم ثاني أنا ذكرت لك قبل دقائق أن من يطلب من عندي أن أحول جملة بقاعدة ذان إلى قاعدة آز آز أقلب الأسماء فالاسم الثاني يصير أول والأول يصير ثاني فهنا نبدأ بالاسم الثاني يعني قبل دقائق قلت لك قلت لك علي استولى ذان أحمد علي اطول من احمد هذه شبيه قاعده قاعده ذان اذا ارد احولها لازاز اقلب الاسماء الاسم الثاني يصير اول والاول يصير ثاني شي يصير؟ يصير احمد از نوت از تول علي احمد ليس بطول علي فالاسم الثاني اصبح اسم اول نفس الطريقه اما ازنت او ارنت او ام نوت no, لازم تكتبون ام نوت اذا كان الفاعل اي از صفه مجرده از قبل شويه صفه شبيهة صفه مقارنه هسه صفه شبيهة صفة مجردة ننتبه لها هاي يعني إذا بيها يا وخرها إذا بيها مورا وخرها آز زاد الاسم الأول ساد ما افتهمت شون يعني شوف هنا قال لي مثلا نفس الأمثلة اللي أخذناها قبل اللقاء علي استولر دان أحمد علي أطول من أحمد إيش قال لي قال لي آز آز هاي بجملة بيا قاعدة قاعدة دان شي يريدني يريدني أحولها إلى قاعدة آز آز من نحولها لقاعدة ثانية شو نسوي هذا علي اسم أول وأحمد اسم ثاني الاسم الثاني يجي بالبداية والاسم الأول يروح بالنهاية أبدي بالاسم الثاني اللي هو من هو؟ أحمد أنزل أحمد أحمد إيش أخذ يأخذ إزنت لو أرنت يأخذ إزنت فأقول أحمد إزنت زائدا انتبه آز أحمد إزنت آز زائدا الصفة مجردة تولر بيها بها إي آر شو أخر أو أخر الإي أحمد إزنت آز تول رجعتها مجردة زائداً as زائداً الاسم الأول يا هو الاسم الأول اللي هو علي فصير أحمد isn't as tall as علي أحمد ليس بطول علي ليش لأن علي أطول من أحمد مثال آخر Iraq is hotter than انجلند Iraq أكثر حرارة من انجلترا Iraq اسم أول انجلد اسم ثاني آز آز. مما أني حول ياها إلى as as بما أنه طلب مني أحول من ثاني إلى as أقلب الأسماء العراق الاسم الاول يصير ثاني وانجلند الاسم الثاني يصير اول فهنا انا انزل انجلند الاسم الثاني انجلند زائد ايش تاخذ تاخذ ازنت انجلند ازنت لان مفرد زائدا از اخلي الاز والصفه مجرده هوتر بها اي ار شو تصير تصير هوت از هوت زائدا از زائد الاسم الاول اللي هو اراك انجلند ازنت از هوت از اراك انجلند ليس بحراره العراق لأن العراق أكثر حرارة هذا ما يخص قاعدة از از هنا نلاحظ أولا أن الصفة التي استخدمناها في الجمل صفات مجردة التول والهوت كان بهن إيار وخرتهن وليس صفات مقارنة كما في قاعدة الذان قاعدة الذان مثل ما وضحنا بالجمل أن صفتها صفة مقارنة والثاني أن من القاعدة منفية كما ذكرنا في ملاحظة أن نعرف أن قاعدة آز آز قاعدة منفية ذكرها دائما خليها ببالك هسه ننتقل الى قاعدة الذان الصفة المعاكسة شو تقول قاعدة الذان الصفة المعاكسة او الملاحظة يمكن ان نتعرف على هذه القاعدة في الامتحان اذا كانت الجملة الاصلية المعطاة في السؤال بقاعدة الذان واعطى معها صفة معاكسة انا شو نعرف هذه الذان ام الصفة المعاكسة اميزها عن الذان الاصلية ينطيني بالامتحان جملة بها ذان وينطو إياها صفة معاكسة للصفة المستخدمة يعني مثلا England از كولدر ذان عراق انجلترا اكثر وروده من العراق شو ياها؟ يمطياها هوت احنا نعرف انه هوت اللي معناها حار عكس كولد اللي معناها بارد بما ان انطانا صفه معاكسه اعرف انها قاعده ذا صفه المعاكسه وتكون القاعده كالتالي بالك وياي الاسم الثاني نفس الطريقة إذا طلب من عندي إني أستخدم قاعدة ثانية أقلب الأسماء فأبدي بالاسم الثاني إز أو آر الصفة المعاكسة ننتبه الصفة المعاكسة شبيهة يجب أن تكون صفة مقارنة إحنا نعرف أن قاعدة الذان صفة صفة مقارنة زائد الاسم الأول ما استاشون شلون يعني يعني مثلا علي استولى ذان أحمد نفس المثال علي أطول من أحمد إيش قال لي كل استخدم لي شورت ما قال لي استخدم لي آز آز إذا ما راح استخدم آز آز من طيني قاعدة الآن وانطاني صفة اللي هي شورت عكس تول إذا انطاني صفة معاكسة اطبق قاعده ذان ام الصفه المعاكسه شو تقول؟ الاسم الثاني علي اسم اول احمد اسم ثاني اجيب الاسم الثاني خليه اول خليت احمد از لو ار ياخذ از احمد از زائدا الصفه المعاكسه ايش بها الصفه المعاكسه اللي منطين اياها؟ شورت شورت قصير شو اسويها؟ اسويها صفه مقارنه شو تصير؟ تصير شورتر احمد از شورتر زائدا ذان اخلي الذان زائد الاسم الاول اللي هو علي احمد is shorter than علي شوف هنا أنا علي اطول من احمد لما انقلبت الاسماء ايش صارت احمد اكثر من علي زين استاذ اذا ما قلبت الاسماء اذا ما قلبت الاسماء الجمله اصلا راح تصير خطا لان هو اصلا ايش قال لك قال لك علي اطول من احمد شنو معناها معناها انه احمد اقصر من علي فلازم اقلب الاسماء على مود معنى الجمله يكون كامل فاذا ما قلبتهن راح يصير علي اقصر من احمد وهذا الشيء خطا لازم اقلب الاسماء على مود يكون معنا الجمله كامل مثال اخر راك is hotter than England. العراق اكثر حراره من انجلترا شو يقول لي يقول لي cold, cold عكس هوت hot حار cold بارد يطلب من عندي ذان الصفه المعاكسه انجلند اسم الثاني انزله شو ياخذ ياخذ is زائد الصفه المعاكسه cold بالمقارنه شو يصير colder than الاسم الاول اللي هو عراق فصير انجلند سكولدر ذان العراق انجلترا ابرد من العراق أك... العراق اكثر حراره من انجلترا انجلترا اكثر بروده من العراق اصبحت معنى الجمله كامل هذا كل ما يخص الملاحظات القواعديه المتعلقه بقواعد ذان وازاز وقاعدة ذان الصفه المعاكسه الان عندي كذلك في هذه القاعده ننتبه الى الصفه المعاكسه تكون بصيغه المقارنه اي انها تحمل اي او مور مثل ما ذكرت لكم ان الصفه المعاكسه او قاعده ذان بشكل عام يجب ان يكون الصفه مالتها صفه مقارنة شنو يعني صفة مقارنة؟ يعني بها أما إيار أو مور الآن ننتقل للأمثلة الوزارية للسنوات السابقة الصيغة الأولى صيغة تحويل الجملة من قاعدة إلى قاعدة ثانية يعني كمثال منطيني طيني أبير بيجر ذان ووف الدب أكبر من الذئب إيش قال لي؟ قال لي rewrite the sentence use small أعد كتابة الجملة باستخدام سمول أولا أدي القاعدة اللي مستخدمها قاعدة ذان شو يطلب من عندي؟ يطلب من عندي سمول، شنو يعني سمول؟ سمول صغير، عكس بيك، إذا ما انطاني از از ولا انطاني نفي، ما أقدر استخدم قاعدة از از، شنو القاعدة اللي أقدر استخدمها؟ قاعدة الذان الصفة المعاكسة، أستاذ شلون عرفت؟ لأن سمول اللي منطيني إياها هي عكس بيك، بما إن انطاني صفة معاكسة أطبق قاعدة الذان الصفة المعاكسة، هذه قاعدة الذان الصفة المعاكسة، شو تقول؟ تقول الاسم الثاني اللي هو شنو؟ أوولف، أكتب أولف. شاخذ مفرد اخلي له از از زائد الصفه المعاكسه سمول شنو المقارنه مالتها تصير smaller اضيف لها للمقطع صوتي واحد A wolf is smaller زائدا than زائدا الاسم الاول than الاسم الاول اللي هو بير A wolf is smaller than a bear الذئب اصغر من الدب ومن طين الدب اكبر من الذئب صارت الذئب اصغر من الدب مثال آخر Phones are less expensive than tablets Rewrite the sentence Tablets are فراغ than phones شوف هنا منطيني قاعدة ذان وش قال لي بين قوسين هم أنا قال ذان يعني شي يريد يقول لي أنا منطيك جملة باستخدام قاعدة ذان أريدك تستخدم لذان الثانية اللي هي صفة المعاكسة سهلة أجي فونز هي الاسم الأول وتابلتس هي الاسم الثاني راح أطبق قاعدة ذان الصفة المعاكسة الاسم الثاني اللي هي التابلتس جمع شو اخلي لها؟ اخلي لها ار الصفه المعاكسه ننتبه هنا أنا. الليس قبل شويه قلت لكم راح تحتاجوها شنو عكسها؟ الليس عكسها مور فاذا اقول تابلتس ار مور اكسبنسيف زائدا ذان زائدا الاسم الاول اللي هو الفونز فصارت تابلتس ار مور اكسبنسيف مور اللي هي عكس ليس اكسبنسيف دان فونز التابلتات أكثر غلاء من الهواتف بس أعيد الملاحظة على مود تصير أوضح عندي اسم أول واسم ثاني ذا أطبق قاعدة ذان المعاكسة الاسم الثاني اللي هو ذا تابلتس خلينا ش خلينا وراه آر لأن جمع وراها الصفة المعاكسة معاكس شنو عندي ليس شنو عكسها قبل شوي أخذناها عكسها مور تابلتس آر مور زائدا expensive هنا ال less expensive عكسها more expensive مو فقط ال less عكسها more لا هي كاملة less expensive عكسها more expensive زائداً than، زائداً الاسم الأول اللي هو شنو؟ فونز لأن قلبنا الأسماء لما نحول نغير من قاعدة القاعدة الثانية مثال آخر in the desert a camel is more useful than a horse rewrite the sentence but in the desert a horse is not as فراغ as فراغ هنا في الصحراء الجمل أكثر فائدة من الحصان إيش قال لي؟ قال لي أعد كتابه الجملة A horse is not هنا إيش لاحظت؟ لاحظت not قبل دقائق ذكرت لك قلت لك إذا انطاك فيه أعرف أني يريدك تحول من قاعدة ذان إلى قاعدة آز آز لأن قاعدة آز آز قاعدة منفية إذن راح نطبق قاعدة آز آز وينها قاعدة آز آز؟ هذه قاعدة آز آز أجي أطبق الاسم الثاني شو الاسم الثاني؟ الهورس اخلي horse مفرد لجمع مفرد شو اخلي له isn't a horse isn't as الصفة المجردة هنا more useful شو اسوي لها احذف المور لان المور ضفناها عند المقارنة تبقى فقط الصفة المجردة اللي هي اليوسفول فش صارت uh, a horse isn't as useful as والاسم الاول اللي هو شنو a camel in the desert هاي جملة تريد تنزلها وما تنزلها ماكو مشكلة in the desert a horse isn't as useful as a camel في الصحراء الحصان ليس بفائدة الجمل مثال آخر Cows are bigger than goats Rewrite the sentence using small goats for all cows أجي يا قاعدة مستخدم قاعدة ذان شو يطلب من عندي؟ يطلب من عندي small شنو يعني؟ يعني يعني انطاني small اللي هي عكس big يعني نريد نطبق قاعدة ذان الصفة المعاكسة أجي قاعدة ذان الصفة المعاكسة شو تقول؟ الاسم الثاني اللي هو شنو؟ Goats خلينا Goats خلي لها خلي لها ار Goats are لان جمع زائدا الصفه المعاكسه small شو تصير؟ تصير smaller Goats are smaller than الاسم الاول اللي هو شنو؟ Cows Goats are smaller than cows الماشيه اصغر من الابقار مثال اخر monkeys are more intelligent than bears rewrite the sentence using as as bears are not for our monkeys شوف هنا أنا. شو يقول لي؟ يقول لي انا مستخدم لك قاعده ذان شو استخدم لي؟ قاعده ازاز سهله اجي قاعده ازاز شو تقول؟ تقول الاسم الثاني اللي هو شنو هو؟ بيرز اخلي البيرز بعدها البيرز مفرد لو جمع جمع شو اخلي لها؟ اخلي لها ارنت از وصفه مجرده اخلي از مور انتليجنت اوخر المور رجعت من مجرده فاقول انتليجنت از انتليجنت از والاسم الاول اللي هو المونكيز bears aren't as intelligent as monkeys هنا أنا القردة أذكى من الدببة، الدببة ليس بذكاء القردة، أصبحت الجملة كاملة. مثال ثالث: the dawn is more beautiful than the night. الفجر أجمل من الليل. rewrite the sentence use less beautiful. شوف هنا أنا more عكسها less يعني شيري. شي منطين ذان استخدم لقاعدة الذان ذان الصفه المعاكسه نفس الطريقه نحاول نحل بدون ما نشوف القواعد ايش تقول القاعده؟ الاسم الثاني اللي هو شنو؟ ذا نايت ذا نايت مفرد اخلي له از زائد صفه معاكسه هو منطيني اياها less beautiful ذا نايت is less beautiful than الاسم الاول اللي هو الدون ذا نايت is less beautiful than the dawn مثال اخر a bear is bigger than a wolf يا قاعده مستخدم قاعده ذان شو يطلب من عندي؟ استخدم أستخدم قاعدة as as أجل اسم الثاني اللي هو a wolf مفرد أخلي له isn't لأن قاعدة منفية as زاد bigger أرجعها صفة مجردة شو يصير big as big as زاد الاسم الأول اللي هو a فتصير a wolf isn't as big as bear. الذئب ليس بكبر الدب الدب أكبر من الذئب وهكذا مثال آخر gold is more expensive than silver اعد كتابه الجمله باستخدام تشيب شوف هنا أنا منطين اكسبنسيف غالي تشيب رخيص اجي شي يريد قاعده قاعده ذان الصفه المعاكسه لان انطيني صفه معاكسه اجي الجمله الاسم الثاني اللي هو شنو سيلفر اخلي سيلفر مفرد ياخذ از از سيلفر از زائد ان الصفه المعاكسه تشيب شنو المقارنه مالتها تشيبر سيلفر از تشيبر ذان الاسم الاول اللي هو الجولد مثال اخر a bear is bigger than wolf شوف هذا المثال شوي متكرر، أكثر من ثلاث مرات متكرر، نفس الجملة بس بقاعدة از از، than حولها لـ as, الاسم الثاني اللي هو الولف، a wolf، مفرد أخلي له لا isn't لأن منفية. wolf isn't as bigger شو يصير؟ يصير big لأن الصفة مجردة. as big as زان الاسم الأول اللي هو بيير a wolf isn't as big as beer. الدب أكبر من الذئب، الذئب ليس بكبر الدب، وهكذا. المثال الأخير The dawn is more beautiful than the night Rewrite the sentence as as قاعدة ذان حاولها لأز as الاسم الثاني اللي هو the night شو خلي له؟ له isn't as صفة مجردة more beautiful أوخر المور تصير beautiful as beautiful as الاسم الأول اللي هو the dawn the night isn't as beautiful as the dawn هذا ما يخص الصيغة الأولى اللي يطلب من عندنا حول من قاعدة إلى قاعدة أخرى سواء من قاعدة ذان إلى قاعدة as as أو من قاعدة ذان إلى قاعدة ذان الصفة المعاكسة عرفنا شنو الخطوات واحفظنا القواعد وعرفنا شلون نطبق. الآن من الممكن تجينا بصيغة ثانية اللي هي صيغة الاختيارات. هنا ملاحظة جدا مهمة لازم تنتبه لها. في حال كانت صيغة السؤال اختيارات، صفة مجردة، صفة مقارنة، وصفة تفضيل. يعني خيرني بين صفة مجردة وصفة مقارنة وصفة تفضيل. شنو صفة المقارنة؟ اي ار أو مور. شنو صفة التفضيل؟ اي أو موست. نختار صفة المقارنة شو وقت أم الإيار e والمور إذا كان ما بعد الفراغ ذان لحد الآن تمام إذا لقيت ورا الفراغ ذان أختار أما الصفة أم الإيار e اللي هي صفة المقارنة أو المور ونختار صفة التفضيل اللي هي الإي e أو الموست إذا كان ما قبل الفراغ ذا إذا لقيت قبل الفراغ اختار صفة التفضيل شنو صفة التفضيل اللي هي الموست أو الإي e ونختار الصفة المجردة إذا وجدنا آز آز بين الفراغين بين الفراغين تلقى آز آز تختار صفة مجردة لا بها اي ار ولا مور ولا يستي ولا موست او كانت جملة منفية وكما سيتم توضيحه في الأمثلة مثال كوز are شوف هنا منطيني as big as لو bigger than لو the biggest goats أول شيء إن أنا عندي as as أقدر أستخدمها لا ليش استاذ مثير تستخدمها لأن إحنا عرفنا إن الآز as as قاعدة منفية هنا إن منطيني are ما منطيني aren't إذا ما راح أقدر أستخدم از از لان از از قاعده منفيه اجي اقدر استخدم ذا بيجست؟ لا ليش استاذ ما تستخدم ذا بيجست؟ لان احنا نعرف انه لما اكو اسمين فهذه مقارنه اسم اول واسم ثاني اللي هو الكاوز الابقار والجوتس الماعز نعرف انه ذني اسمين دا اقارن ما ماذا اسوي مفاضله؟ شو وقت استخدم المفاضله؟ لتفضيل اسم على مجموعه اسماء او شخص على مجموعه اشخاص او شيء على مجموعه اشياء زين ايش بقى تعدي؟ بقر احنا نعرف ان قاعدة ذان قاعدة الصفة مالتها صفة مقارنة ثانيا قاعدة مثبتة ما بيها نوت اذا الخيار الامثل هو البقر ذان ما افتهمت استاذ مثال اخر a mouse is not شوف هنا ايش لقيت نوت بس القاها منفية اختار الاز از ليش لان عرفنا انه قاعدة الاز از قاعدة منفية ابيرز نوت بس شفت نوت عرفت انه الاداه اللي راح استخدمها الازاز ما اقدر استخدم فاستر لان فاستر وياها اولا ذان ثانيا قاعدتها مثبته وما اقدر استخدم فاستست ليش؟ لانها تفضيل هو ذا يقارن بين البير واللاين اذا الخيار الامثل هو الفاست بعد مثال ثالث which is for cleverest student شوف هنا اي احنا قبل دقائق ايش قلنا؟ قلنا ذا لقيت ذا قبل الفراغ نختار صفة التفضيل اللي هي الـ ESD أو الـ يعني صفة التفضيل والذ مترادفات هنا لما نخلى للتفضيل شو اختار له؟ اختار له الذة. لأن صفة التفضيل والذ متلازمات Which is the low more low the most fastest كذلك fastest هي صفة التفضيل صفة التفضيل ترادفها شنو؟ الذ إراك إس فراغ ذان لقيت؟ ذان إذا لقيت ذان بعد الفراغ شنختار؟ إذن شرح نختار؟ راح نختار ام الايار جرينر ما اختار لا صف المجردة ولا ام الازاز لان الازاز لازم قاعدتها منفيه هذا ما يخص الاختيارات بسيطه جدا مجرد اعرف إنه اذا لقيت قبل الفراغ ذا اختار صفه التفضيل التفضيل والذان متلازمات والذان والمقارنه متلازمات والنوت والازاز متلازمات هذا كل ما يخص موضوع المقارنه والتفضيل الان ننتقل لموضوع اقل اهميه من عنده يعني مو باهميته نادرا قليل يجي الامتحان الوزاري اللي هو المقارنه مع يوستو ذكرنا بالموضوع السابق ان المقارنه تستخدم للمقارنه بين شخصين او شيئين او مجموعتين اما المقارنه مع يوستو تستخدم للتعبير عن مقارنه بين شخص وما كان عليه في الماضي او شيء وما كان عليه في الماضي الى اخره حيث نستخدم القاعده التاليه قبل دقائق قارنت مثلا بين علي واحمد انجلترا والعراق دا قارن بين شخص او شيئين او مجموعتين الآن راح أقارن بين نفس الشخص وما كان عليه في الماضي نفس الشيء وما كان عليه في الماضي شو القاعدة مالته تكون القاعدة كالتالي اسم is أو are صفة مقارنة لحد الآن تقريبا مشابه لقاعدة ذان وكذلك قاعدة ذان لكن اللي بعدها يختلف it أو they used to be هنا نعم ننتبه it إذا كان مفرد they إذا كان الاسم جمع زائدا used to be هاي كلش مهمة it أو they used to be هي أكثر شيء تجي بالامتحان هذه it أو they used to be تجي على شكل اختيارات يأتي هذا الموضوع في الامتحان وزارك كالتالي هسه حلة is greener than فراغ منطين اختيارات شوف هنا يقارن بين الحلة الآن والحلة ما كانت عليه في الماضي ننتبه أولا حلة هو الاسم وراها إز أخليت الاز جرينر خالها اللي هي صفة المقارنة بها إي ذان حاطها بقى عدي بقى عندي اما ات او ذي زادن used فاقول ات يوزد لا لان ما بيها تو بي لازم اكملها تو بي ات يوزد بي لا ليش؟ لان ما بيها تو ما اقدر استخدمها يوز تو لا ما اقدر اخليها ليش؟ لان ما بيها ات لازم هذه كامله ات و تو يوز تو وبي هنا انا هنا انا ات يوزد بي اذا التو ما موجوده هنا انا يوز الات ما موجوده اذا شنو الاختيار الامثل؟ الات موجوده اذا شنو الاختيار الامثل الات يوز تو ات يوز تو بي اصبحت القاعده كامله بعد مثال اخر اراكز جرين أرذان فراغ بي منطين البي يعني شنو بعد أدري الات it will دو تو اجي ات تو تو اذا هذا الاختيار الامثل ات واز ما اخذت ات واز ات يوزد ما بيها تو لازم بيها تو قبل البي مثال اخر حلة از نردان فراغ بي نفس الطريقة طبعا نفس الامثلة يعيدوا كارل بيهن. ات يوز تو نعم ات يوز تو والبي موجودة اذا الاختيار أمثلة هذا ما اقدر اخلي ووز لان ما موجود بالقاعدة ولا اقدر اخلي ات يوز ليش؟ لان ما بيها تو مثال اخر كوت از جرينر ذان فراغ نفس الطريقة البي موجودة اذا شري اريد ات ويوز تو اجي ات used ماكو تو اذا هذه ما اقدر اخليها. it used to نعم هذا أكثر خيار مناسب إذن الخيار الأمثل هو it used to هذا ما يخص هذا الموضوع هذا نادرا يجي بالامتحان يعني نلاحظ جاي أربعة أو خمس مرات بالامتحانات الوزارية السنوات السابقة والحل ماته جدا بسيط مجرد تأكد أن الاختيار اللي راح أختاره يجب أن يحتوي على it أو they used و to و be على مود تكون القاعدة كاملة الآن ننتقل إلى كتاب النشاط يقول لي choose the correct verb to complete each sentence اختر الفعل المناسب لإكمال الجمل التالية هذا السؤال سؤال اسقاطات جدا 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 مهم بالامتحان الوزاري مثل ما هو يجيني اسقط الكلمه بالفراغ المناسب اول شيء نتعرف على الكلمات معانيهن وراها نعرف نسقطها بالفراغ المناسب بايت معناها يعض فلاي معناها يطير جرو معناها ينمو او يكبر هانت معناها يصطاد وبروديوس معناها ينتج هسه نجي نسقطهن ابات از نوت الخفاش ليس طائرا but it can فراغ لا a لكن يمكنه فراغ مثل الطير. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كلمة فلاي يطير، ليس طيراً ولكن يطير أو يستطيع الطيران مثل الطيور. لا. Number two alls قلنا ال all اللي هي البومة. alls فراغ and kill small animals at night. البومة فراغ وتقتل الحيوانات الصغيرة في الليل. شو تسوي؟ تصطاد، تصطاد وتقتل الحيوانات. الصغيرة في الليل اذا نقول هانت if you put your food on a snake إذا وضعت رجلك على الثعبان او حية it will فراغ يو سوف فراغ شو تسوي؟ بايت تعضك نمبر فور رابعا cows and goats فراغ milk الابقار والماعز فراغ الحليب شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كلمة produce تنتج تنتج الحليب elephants فراغ very big الفيلة فراغ بشكل كبير جدا شنو كذا مناسبة الفرا تنمو أو تكبر بشكل كبير جداً but it takes many years لكن تستغرق سنوات عدة. هذا ما يخص تمرين A، تمرين بسيط جداً وجداً مهم بالامتحان الشهري ونصف السنة وكذلك الامتحان الوزاري. حاولوا تحفظوا. ننتقل إلى تمرين B study the spelling rule and write the comparative form of these adjectives. يقول لي أدرس قوانين الإملاء واكتب أشكال المقارنة لهذه الصفات. بنطيني مجموعة من الصفات يطلب من عندي اني أعطيه صفة المقارنة بداية الدرس قلنا ان المقارنة يعني اي ER ار او مور فحسب المقطع الصوتي او المقطع يعني اذا مقطع صوتي نضيف اي ER. اذا اكثر من مقطع نضيف مور فوت معناها رطب كم مقطع مقطع صوتي واحد بالمقارنة شو نضيف لها نضيف لها اي لكن صحيح قبل علة نضاعف الحرف الاخير اللي هو حرف التي فتصير وتر ثن نفس الطريقة مقطع صوتي واحد انتهت بصحيح قبل علة تصير ثنا نضيف لها إيار ساد تصير سادر مقطع صوتي واحد انتهى بصحيح قبل علة نضاعف الحرف الأخير فتصير سادر لونج مقطع صوتي واحد نضيف لها إيار بدون تغيير أي شيء نويزي تقلب الواي إلى آي ونضيف إيار فريندلي تقلب الواي إلى آي ونضيف نيا فقط نضيف إيار استاذ نان انتهت بصحيح قبل علة احنا ايش قلنا؟ صحيح واحد قبل علة واحد هنا أنا أكثر من علة فمن ضاعف إذا نضيف فقط ايار نير معناها قريب نيرة أكثر قربا أو أقرب فت مقطع صوتي واحد نضيف ايار نضاعف الحرف الأخير ونضيف إي ار فتا هافي ثقيل هافير تقلب الواي إلى آي ونضيف ايار هذا ما يخص تمرين بي مجرد أنه حول الصفات إلى مقارنة إذا من مقطع صوتي نضيف ايار حسب الملاحظات وإذا أكثر من مقطع. نضيف مور مثل ما ذكرنا بداية الدرس هذا السؤال سؤال إملاء مهم جدا ممكن يجيك مثل ما وضحنا بسؤال الإملاء يطيني مثلا وات صارت وتر زين نويز شو يصير؟ تقلب الواي الى اي ونضيف يعني مجرد سؤال املاء يطلب منا ان نحول الصفه الى صفه مقارنه. الان ننتقل الى تمرين سي راي ذا كومباريتيف فورمز اوف ذيز ادجكتيفز اكتب اشكال المقارنه لهذه الصفات ان ذكرت correct بليسز ان ذا تيبل في المكان الصحيح للجدول منطيني حقليا الحقل أبو الـ ار ER وحقل أبو المور، إي ER ار مقطع صوتي واحد، ومور إذا أكثر من مقطع، يعني مثلاً تشيب، تشم مقطع، مقطع يعني مثلا تشيب كم مقطع مقطع واحد لما نحولها مقارنة شو تصير؟ تصير تشيفر، أضيف لها إي ER. ار، إذا نخليها في هذا الحقل، تشيفر، دينجرس، أكثر من مقطع، شو أضيف لها؟ مور، فتصير مور دينجرس، أقلي، مقطع واحد، شو تصير؟ تقلب الواي لاي ونضيف إي ER. ار، أكثر من مقطع، شو نضيف لها؟ مور، مور مور اكسبنسيف interesting أكثر من مقطع نضيف لها more more interesting happy مقطع واحد نضيف لها ER تقلب الواي إلى أي ونضيف فيها ER happier careful أكثر من مقطع شو نضيف لها نضيف لها more more careful tidy مرتب أو منظم مقطع واحد تقلب الواي إلى أي ونضيف لها ER كذلك نفس الطريقة مجرد أنه منطيني صفات أحولها إلى مقارنة تفضيل حسب الملاحظات اللي أخذناها بداية الدرس كذلك يعتبر سؤال لا مهم جدا يطلب من عندي اني احول الصفه الى صفه مقارنه. اما تمرين دي write these sentences differently اكتب هذه الجمل بشكل مختلف so that they mean the same thing لكن يجب ان تعني او تعطي نفس المعنى. لانه منطيني الجمله مثلا ب از يطلب من عندي اني احولها الى قاعده ذان وذان الصفه المعاكسه او منطينها بقاعده ذان احولها الى از از وذان الصفه المعاكسه يعني منطيني الجمله بقاعده يطلب من عندي اني للقاعدتين الثانيات اللي اخذناهن كذلك بدايه الدرس اجي an elephant is a bigger than الفيل اكبر من الزرافه منطيني القاعده الذان حولها لازاز ايش سوى خلى الاسم الثاني بالبدايه والاسم الاول خلاه بالنهايه قلب الاسماء وحولها لازاز فالجيراف is not as big as elephant الزرافه ليست بكبر الفيل او a giraffe is smaller than elephant الزرافه اصغر من الفيل نفس الطريقه فمثلا نمبر 1 A beer is not as fast as lion الدب ليس بسرعة الأسد الأسد الاسم الثاني راح أطبق قاعدة الذان أخليه اسم أول فلايون is faster الأسد أسرع fast أسويها صفة مقارنة than a beer أو قاعدة الثانية صفة المعاكسة أقول a beer is slower than a lion الدب أبطأ من الأسد مثال آخر In The desert camel is more useful than a horse الكامل اسم الأول horse اسم الثاني منطيني قاعدة ذان، أجب أستخدم قاعدة as as أول شيء أقول a horse الحصان isn't as useful as a camel الحصان ليس بفائدة الجمل أو أقول a horse is less useful than a camel الحصان أقل فائدة من الجمل النقطة الثالثة cows are bigger than goats من قاعدة ذان أستخدم قاعدة as as وقاعدة ذان الصفة المعاكسة goats aren't as big as cows الماعز ليس بكبر البقر أو أقول goats are smaller than cows استخدمت قاعدة ذان الصفة المعاكسة نفس الفكرة اللي أخذناها بداية الدرس يجب أنه نتبع الخطوات أقلب الاسم الثاني الاسم الأول وأطبق القاعدة مع الملاحظات اللي شرحناهن. لاحظنا ان اكثر الامثله الوزاريه اللي حليناها جاتنا من تمرين كتاب النشاط تمرين دي اذا هذا التمرين قواعد مهم جدا احاول احله بالقواعد الثلاثه حسب الملاحظات اللي شرحناهن. اما تمرين اي e. study the language box below قم بدراسه هذا الصندوق الصندوق اللغوي then discuss the questions ثم قم بعمل مناقشه او ناقش الاسئله مع زميلك. نفس الملاحظات اللي شرحناها ادي صفات مجرده صفات مقارنة صفات تفضيل إذا صفة من مقطع صوتي واحد نضيف لها بالمقارنة ويستي بالتفضيل إذا أكثر من مقطع نضيف لها مور بالمقارنة وموس بالتفضيل كذلك نعم إذا أكثر من مقطع نضيف مور بالمقارنة وموس بالتفضيل وراها شي يقول لي يقول لي what is the most useful farm anymore نرى مناقشة أو نشاط صفي بين طلاب اثنين الطالب الأول يسأل يقول ما هو أكثر حيوان مزرعة مفيد مثلا الطالب الآخر يقول له ذكو البقر What is the most useful insect? ما هي أكثر الحشرات فائدة؟ مثلاً الطالب الآخر يقول له: Ants النملة. What is the most beautiful place in Iraq؟ ما هو أكثر الأماكن الجميلة بالعراق؟ مثلاً يقول له: بغداد إلى آخره، هذا مجرد نشاط صفي. هذا كل ما يتعلق بدرس اليوم، درس طويل وبمواضيع مهمة. حاول قدر المستطاع تكتبون ملاحظات، تفتهمون الأسئلة، تحفظون القواعد، تحفظون الشواذ والصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان الوزاري، لأنها مهمة جداً. وعليه هذا الدرس عليه تقريبا أربعة او خمس او ست درجات من الممكن يجيني بالامتحان الوزاري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجوده معكم على الشاشه